طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، صلاة الظهر يا شيخ. صلاة الظهر طال عمرك، احنا عندنا في الطائف طال عمرك، يعني صلاة الظهر يؤذن المؤذن بعد ما تزول الشمس من كبد السماء. ذا الحين ولا اطلب منك يا شيخ انك تناظر في الصبح وتشوف الظلال، يعني يؤذن المؤذن قبل حتى الشمس تجي كبد السماء، ما بعد حتى ما الظل. احنا كنا نعرف الشمس بالظل، يعني ما كنا نعرفها يعني في التقويم هذا. فانا ابغاك يا شيخ بكره يعني تناظر في سؤالي هذا. طيب. يا أخي لا تشكك الناس في صلاتهم، يا المؤذنون إذا أذنوا على التوقيت فإن هذا يكفي والحمد لله، ولا يكون عندك شك في هذا، وصل مع المسلمين والحمد لله. نعم.